لماذا أغلق مركز علاج مرضى الصرع المجاني والوحيد بتعز؟ ما هي مخاطر إغلاق المركز على صحة المرضى المعتمدين علاجياً؟ وكيف يمكن تفسير الإخفاق الرسمي حول هذا الجانب؟ أهلا بكم. مأساة أخرى تضاف إلى سجل تعز المثقل بالأوجاع، هذه المرة من المركز الخاص بمرضى الصرع الذي يعاني من وضع مزر نتيجة قطع الدعم ونفاذ كافة المواد والموارد التشغيلية عنه، وترك المرضى في حالة يرثى لها، خصوصا بعد ارتفاع أعداد مرضى الصرع في المركز. المؤسف أن المراسلات التي وصلت لبرنامج المساء اليمني تؤكد أن هناك تقاعس ربما يكاد يكون متعمد في دفع المركز للإغلاق. لماذا؟ لماذا رغم كل نداءات الإنسانية العاجلة التي أطلقت للوقوف مع المركز وإنقاذه من خطر الإغلاق والتوقف عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لمرضى الصرع؟ هل يترك مرضى الصرع الذي زاد أعدادهم بسبب الحرب للإهمال نتيجة تقاعس الجهات الرسمية عن أداء واجبها؟ لشهر ونصف ومركز علاج مرضى الصرع المجاني الوحيد في تعز مغلق أمام مرضاه والمستفيدين منه. هذه هي تعز أو ما يراد لها، فشل يبدأ من إدارة الصحة والمحافظة بتعز وينتهي في هرم الشرعية والتحالف. فبالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بالصرع الذين يقول المركز إنه استقبلهم خلال فترة عمله القصيرة إلى قرابة 1030 مصابة، بينهم 703 أطفال أكثر من نصفهم مصابون جراء الحرب، إلا أن شح الإمكانيات وافتقار المركز لأبسط مواده التشغيلية حال دون استمراره. 270 مريضا يتلقون العلاج بشكل دائم يعانون اليوم من انتكاسة صحية عقب تعليق العمل في المركز بسبب عرقلة الدعم، رغم المطالبات بإعادة فتحه وترتيب ما يلزم لضمان استمرار عمله. مراسلات ومناشدات لوزارة الصحة ووزير الإدارة المحلية ومحافظ تعز قبل تعليق عمل المركز كانت محاولات لإنقاذه من الإغلاق، لكنها للأسف باءت بالفشل. تتحدث هذه المراسلات عن ارتفاع ملحوظ لمصابي الصرع بتعز وعن مخاطر توقف المركز وطلب التدخل العاجل لمنع توقفه. في شهر مايو الماضي عقد المؤتمر الصحفي الأول لتوضيح ما آلت إليه أوضاع المركز الذي يقدم خدمات التشخيصية والعلاجية المجانية لمرضى الصرع منذ افتتاحه، وبعده عقد أكثر من مؤتمر ورفع أكثر من خطاب. شهر ونصف على توقف الخدمات، لكن ما هو أسوأ من ذلك هو مطالبة المركز بتسليم الجهاز الخاص بتخطيط الدماغ، إذ تقول هذه الوثائق إن على المركز تسليم الجهاز تحت مبرر تعليق عمله، وهذا لا يعني سوى الإغلاق النهائي للمركز الوحيد في محافظة تعز. الجهاز يقدم خدمات مجانية بينما كلفته باهظة في الأماكن الأخرى، ورغم أنه تم اعتماد الدعم للمركز كما تشير مصادر مسؤولة، إلا أن هذا الدعم توقف وحيل دون وصوله للمركز لأسباب مجهولة، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية سيد فارس الأثوري، مشرف عام مركز علاج مرضى الصرع من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. وبداية مساء الخير سيد فارس. مساء النور والعافية، حياكم الله. أهلا بك أستاذ فارس. نود أن تضعنا في البداية نحن والسادة المشاهدين في صورة وضع مركز علاج الصرع في تعز والذي تشرفون عليه. تابعنا الأخبار وهناك أنباء بتوقف المركز عن تقديم العلاج للمرضى. بداية أحب أن أوضح بأن المركز الأول لتقييم ومعالجة مرضى الصرع يعتبر المركز العلاجي الوحيد للمرضى في المحافظة، حيث أن المركز تم العمل فيه والتجهيز وإنشاؤه منذ بداية العام 2017. تم دراسة المشروع ومناقشته مع محافظ المحافظة السابق الأستاذ علي المعمري، وتقييم المشروع من قبل مكتب الصحة العامة والسكان في تعز، ولكن هناك كان بعض الارتباكات في عدم وجود الدولة في ذلك الوقت، مما جعلنا نبدأ على تأسيس المركز
خطوة فخطوة حتى تم إنشاء المركز في بداية العام الأواخر العام 2017، وتم تدشينه رسميا من قبل السلطة المحلية، وكلاء المحافظة للشؤون الصحية، ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، وتم توجيه مذكرات في حينه إلى مكتب الصحة من قبل وكيلة الشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق لمنح المركز ترخيص والعمل بموجب هذا الترخيص، وتم توجيه مذكرة إلى وزير الإدارة المحلية لاعتماد الأدوية، وبدوره وزير الإدارة المحلية كان هناك تعاون كبير منه بالتوجيه إلى البرنامج الوطني للإمداد الدوائي باعتماد الأدوية الخاصة بمرضى الصرع للمركز. وبدأنا من ذلك الحين بتعاون من بعض الجهات، منها الشركة التي كانت لها دور كبير في منح المركز جهاز تخطيط الدماغ، وهو يعتبر العمود الفقري للتشخيص لهذا المرض. هناك جهات كذلك كانت متعاونة معنا مثل وزير الإدارة المحلية الدكتور عبد الرقيب، الأستاذ عبد الرقيب فتح، والمحافظ. لكن المركز من حين بدأ على النجاح وإبراز الحالات حالات لمرضى الصرع بالإحصائيات الرسمية، هناك كان ارتفاع ملحوظ خلال 4 إحصائيات. أول إحصائية بدأت في 336 حالة، وآخر إحصائية للمرضى انتهت ب 1240 حالة، منهم 746 مصاب بالصرع من الأطفال. هذا أوجد بعض المساعي لإغلاق المركز والعمل على إفشاله. و نعم، قبل أن نخوض في هذه المسألة أستاذ فارس سنتحدث عن ذلك بالتفصيل، ولكن قبل ذلك أود أن أعرف منك يعني ما هي الخدمات التي يقدمها المركز؟ يعني هل يعني تقومون بفحص الحالة والعلاج، متابعة الحالة؟ سمعت أيضا أن هناك جانب تأهيل نفسي، يعني حدثني عن كل التفاصيل التي تقدم لمريض الصرع الذي يسجل لديكم. هناك برنامج علاجي تم رفعه إلى مكتب الصحة العامة والسكان حين تم منح الترخيص أو العمل على تجهيز نزول لجنة لمنح المركز الترخيص الطبي. من ضمن هذا البرنامج العلاجي كان استقبال التقييم للحالات المرضية والتشخيص ومنح البرنامج العلاجي المستمر بعد تشخيصها، وكذلك اعتماد الدعم النفسي الذي تم عزله عن البرنامج قبل مدة قصيرة. لكن الأساسيات الضرورية للتشخيص مرضى الصرع هي التقييم الأولي، ومن ثم التشخيص، ومن ثم الاعتماد للعلاج المستمر لهؤلاء المرضى. هذا ما تم العمل به، وهناك كادر طبي متخصص يعمل على استقبال هؤلاء المرضى، وهناك كذلك ارتفاع كبير وكثافة للمرضى، خصوصا الذين كانوا بسبب الحرب. لا. الحرب ربما ضاعفت المرضى، عدد المرضى بشكل كبير جدا. نحن أبرزنا هذه الشريحة على سطح بينما كانت في السابق لا أحد يعلم عنها، ليس لديها أي ظهور، وليس لديها أي جهات. نعم، أسميتموها الفئة المنسية تقريبا، المستلزمات الطبية والتشخيص. ها؟ أسميتموها الفئة المنسية، ليس كذلك؟ الفئة المنسية فعلا. نعم. أسميناها الفئة المنسية بسبب أنها الأكثر معاناة والأكثر تكاليف لعملية التشخيص وتوفير الأدوية، تصل إلى 30,000، من 20,000 إلى 30,000 في الشهر لكل مريض. نعم. طيب أستاذ فارس، يعني إذن لو تحدثنا عن الصعوبات التي واجهتموها منذ أول إطلاق المركز حتى الآن، يعني بالتأكيد مسألة التأسيس، مسألة متابعة تجهيز المركز بالأجهزة الطبية، تخطيط جهاز تخطيط الدماغ، جهاز الفحوصات وما إلى ذلك، إلى أن وصلتم إلى مرحلة إغلاقه للأسف.
يعتبر المركز من حين بدأ العمل به واجه صعوبات كبيرة جدا، سواء في توفير أبسط الإمكانيات التي تمكن وحدة تخطيط الدماغ على العمل. قلص عدد المركز، يعتبر في الآونة الأخيرة تم تقليص عدد المرضى الذين يستقبلهم لعمل التشخيص أو إجراء تخطيط الدماغ إلى 5، بينما كان في السابق يستقبل المركز من 10 إلى 15 حالة مرضية يوميا. يتم إجراء الفحوصات التشخيصية والتقييم والدعم النفسي بشكل جماعي لهؤلاء المرضى من ناحية الدعم النفسي، وكذلك بشكل فردي للمرضى للمعاينة وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء تخطيط الدماغ من قبل الأطباء المختصين. ومن ثم يبدأ البرنامج العلاجي من أول شهر يتم اعتماده بحسب توصيات الطبيب الأطباء المختصين، من ثم تبدأ عملية المتابعة والتقييم المستمر. هناك نماذج كان تم اعتمادها من قبل المركز تقوم بتقييم المرضى في المنازل من خلال تسليم مجموعة كافية لمدة شهر. يتم تقييم المريض، حالته اليومية وسيرته في المنزل، وطريقة التعامل معه، وطريقة التعامل من قبل المريض مع نفسه ومع من حوله. هذه النماذج تم إنشاؤها كدعم نفسي وكملاحظة ومتابعة لهذا المريض ومدى التحسن العلاجي. كان هناك طموح كبير بالنهوض بهذا المركز كونه المركز العلاجي الوحيد لمرضى الصرع. كنا نطمح لأن يكون المركز هذا هو المتبني لجميع المرضى، وهو الأمل الذي اعتبره المرضى أملا وحيدا لهم ومبشر خير. لكن وبكل أسف هناك ما تم وضعه في طريق نجاح المركز، خصوصا في الآونة الأخيرة تم وضع الأثرات الكبيرة للمركز. وبكل أسف نقول بأن من وضع هذه الأثرات هم أنفسهم من كانوا مشجعين ومحمسين لفكرة المركز في بداية الأمر. نعم، إذن اسمح طبعا لنا قبل أن في نصل، الواضح هناك، نعم أستاذ فارس إذا سمحت لي، يعني قبل أن نتحدث عن أيضا الصعوبات الإدارية التي واجهتكم، اسمح لنا أن ينضم معنا الدكتور عادل ملهي وهو المدير الفني لمركز علاج مرضى الصرع عبر الهاتف من تعز. مساء الخير دكتور عادل. مساء النور، حياكم الله. نعم دكتور، يعني كونك المدير الفني للمركز، ما هي المشكلات الرئيسية التي واجهتموها في هذا المركز؟ المركز بدأ عمله وبعد الافتتاح رسميا من قبل السلطة المحلية ومكتب الصحة، وبعد ذلك ظهرت جهات تعارض عمل المركز بسبب أو بادعاء أنه غير قانوني وغير رسمي، وأن عمله يتعارض مع الجمعية اليمنية لمكافحة الصرع. الجمعية اليمنية لمكافحة الصرع هي جمعية ذات طابع مهني ولا تؤدي أي خدمات للمرضى، هذا من ناحية. لكن للأسف تم التجاوب مع هذا الطلب أن المركز غير مؤهل. تدخلت السلطة المحلية في هذا الأمر، وتم التوجيه من المحافظ إلى مكتب الصحة لتكوين لجنة تنزل للميدان وتشرف أو تراقب عمل المركز ثم ترفع ما تصل إليه. نزلت اللجنة ولاحظت العمل على الميدان، تم الرفع بالتقرير ولكن لم يتم أي شيء، مما أدى إلى فقدان المركز للدعم المالي اللي كان مفترض يعني أن يحصل عليه كميزانية تشغيلية للمركز من مكتب الصحة.
نعم، يعني المشكلة بدأت من الجمعية العامة لمرضى الصرع، يعني هي أول من أثارت البلبلة حول المركز. نعم، من ضمن دعاتها أنه عمل المركز يتعارض مع عمل الجمعية، وهذا فارقة غريبة. والأمر الثاني أنه لا يوجد في المركز أطباء متخصصون. صحيح أننا لا نحمل دكتوراه، ولكننا نعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 سنة. الدكتور أحمد قحطان وهو المدير العام للمركز أخصائي أمراض مخ وأعصاب، وهو معروف، وأنا أعمل في مجال الصحة النفسية والعقلية منذ أكثر من 20 سنة. يعني إذا كانت الإشكالية في الإخصائي، لما لا يتم رفضهم بإخصائيين عوضا عن إغلاق المركز أمام 1000 وقرابة 300 مريض؟ هل يعقل ذلك؟ يعني عوضا عن مساعدة المركز يتم حجب النور عن هؤلاء المرضى؟ تم الطلب وتقديم طلب إلى أحد الإخصائيين الذين يحملون شهادات عليا تكون أكبر من شهاداتنا للتعاقد معه للعمل في المركز، ولكن لم يتم التجاوب مع هذا الطرف. كل ما في الأمر أنه أغلق باب يخدم المرضى ولم يؤتى ولم يبذل جهد لإيجاد البديل حتى تحل المشكلة، حتى أو حتى يصل المختصون إلى قرار يؤدي إلى حل يساعد المركز على إداء عمله. نحن لا نهتم من يكون مشرفا أو من يكون مديرا، يكون نحن شخص مهنيون ونريد أن نخدم هؤلاء المرضى. وبالفعل اشتغلنا بطوعية بدون أي عائد مالي، واستطعنا والحمد لله، ولا أحد يبقي بالإفساء، نحن خدمنا كثير من المرضى. المركز كان لديه جهاز تخطيط، وكان يوفر على المرضى مبلغ 10,000 ريال التي يؤخذ في العيادة الخاصة مقابل عمل تخطيط الدماغ، وبالعلم لا يوجد في الدماغ في أي مكان آخر يتبع الدولة، يعني الجهات الحكومية كلها لا تملك جهاز تخطيط الدماغ. العلاجات كانت تصرف للمرضى مجانا، وكان يتم تجميع قاعدة بيانات تستفيد منها أثرها، لكن لا يجب الوقوف أمام شيء ونحن لا نستطيع أن نقوم أو نأتي بالبديل. الآن المشكلة أنه نحن كأشخاص مهنيين لا يهمنا التجارية، والمرضى محرومين من الخدمة. نعم، يعني كنت أود أن أسألك، يعني ما مصير قرابة 1300 مريض يعني حين يغلق المركز أبوابه؟ والله كل إنسان لن يترك اليوم أنه سيتحمل المشقات، لأن الأم الذي ترى ابنها بحاجة للعلاج وهي لا تملك معايد مادي ستضطر تدين مفتاح إلى عمل أي شيء، لأن هذا يؤدي إلى حصار فوق الحصار الذي قائم، وافتقار خدمات صحية فوق الافتقار الخاص. نحن نستغرب ما هو الغرض وأين الرحمة في من يوقف شيئا ولا يستجيب. نعم، إذن في حال استمرار تجاهل الحكومة للعديد من مطالبكم ومطالب الأهالي أيضا، وشاهدنا كثير من الوقفات التي قمتم بها، يعني هل لديكم أي نية لمطالبة رئاسة الجمهورية، جهات إغاثية مختلفة، أي جهة يخولها يعني إعادة فتح المركز على الأقل؟ نحن مستعدين ونرفع أيدينا إلى السماء في من يستطيع أن أو يساعدنا أو يعيد للمسجد مساره الذي فقد. نحن نطلب من المنظمات، السلطه المحليه، مرافق المحافظ، تلقوا شخصيا وزير الصحه، مكتب الصحه، من اي جهه يمكنها او تعمل في هذا المجال تاتي وتكيف، ونحن سنشتغل معها. لا نريد ان نستقل بالامر ولا نريد ان نكسب بعد هذا الامر، لا، سنشتغل عندما يتوفر من يدير الدفه ومن
يزودنا بالعلاج وإمكانية تشغيلية والتي يستطيع أن نرفع فيها عمال المكانيين والموظفين الذين يشتغلون، توفير الورق، توفير الطاقة الشمسية، توفير كل أشياء. لا يمكن لشيء أن يتحرك بدون أن يكون هناك أداء للحركة. يجب أن يكون في مخصصات، يجب أن يكون هناك دعم من أي جهة. نحن لا فاعلين للسماء ونطلب من الله أن يسخر من يستطيع أن يقوم بهذا الدور، وسوف يكون الشكر له والدعاء له من المستفيد الأول. نحن لا نحن مستفيدون، ولا نأخذ العلاج إلى بيوتنا، ولا نعمل شيء غير أننا نقيم حالة المريض ثم نصرفه العلاج. الشهر القادم ونتابع حالته، وكل 6 شهور نعمل لهم تخاطر. يعني العمل بالنسبة لنا يعتبر عمل مهني بحت. نعم. كانت الجهة التي تقوم على توجيهه لا يهمنا. نعم، الآن يعني حين يغلق المركز بالتأكيد يعني ستصاب كثير من الحالات بانتكاسات طبية دكتور، يعني من سيتحمل مسؤولية هؤلاء في ظل أن أصلا لم يكن أحد يسأل عليهم من قبل ولا يهتم لعلاجهم أو لفحصهم أو لمتابعة حالاتهم؟ الذي يتحمل هو من وقف حجرة عثرة، ثم نحن ما لم نطالب ونستمر المطالبة بإعادة الأمور إلى مسارها. الطفل الذي يفقد علاجه يعود إلى الانتكاسة، وإذا وعندما يعود العلاج مرة أخرى تكون حالته أصعب مما سبق. نحن ننتظر وندعو من الله لأصحاب الضمائر الحية أن تصحو ضمائرهم، ونحن لا نلوم أنفسنا ولكن مقيدين، لا نستطيع أن نفعل شيء. نعم، إذن شكرا جزيلا. إلى أن ندعو ونطالب. تفضل. إلى أن ندعو ونطالب، ونحن يعني لا يجب أن يكون من يستطيع أن يعمل فليعمل فليأتي. المفروض أن يترك للمركز فترة للعمل ومن ثم تقييم عمله، إن كان صالحا فكان بها والحمد لله، وإن لم يكن فأتوا بالبدائل. لا يجب أنه إيقاف ولم تحل المسألة أساسا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل ملهي المدير الفني لمركز علاج مرضى الصرع، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ فارس. إذن أستاذ فارس، يعني الإشكالية بدأت بالتبليغ بأن المركز غير متخصص من قبل الجمعية العامة لمرضى الصرع، وهي التي أساسا لا تقدم أي خدمات لهؤلاء المرضى. إذن لما لا يتم المطالبة برفض المركز باختصاصيين عوضا عن إغلاقه أو إهماله بهذا الشكل؟ أنا أعتقد بأن هذه الخطوة كانت بالذات حلقة حولها 1000 علامة استفهام، كونها لم تكن إلا بعد لقائنا الأخير بوزير الإدارة المحلية. هذا ما أثار بعض الشكوك في نفوس هؤلاء الذين قاموا بوضع العثرات أمام المركز. لم تكن هذه موجودة من قبل، بالعكس هذا يثبت بأن العمل صحيح وأننا نسير بالاتجاه الصحيح. أريد أن أوضح نقطة هامة بأن مكتب الصحة العامة والسكان لم يمنح المركز الترخيص الطبي إلا بعد أن تم نزول لجنة والتحقق من كل إجراءات المركز وتجهيزاته والفريق الكادر الطبي وتخصصه وجميع إمكانيات المركز. لم يتم منح المركز ترخيص طبي بموجب مذكرة من الأخت وكيلة الشؤون الصحية، هي منحت المذكرة لمكتب الصحة، ولكن لم يتم اعتبار منح التصريح للمركز بموجب هذه المذكرة، ولكن تم منح المركز التصريح الطبي بموجب إجراءات نصت عليها لوائح القانون، وتم نزول لجنة وتجهيز الملف الخاص بالمركز والتحقق من جميع أولياته والكوادر المختص،
وكذلك تجهيزاته الداخلية واستعداده للعمل. لم يتم العمل بما تم ذكره من قبل الجمعية اليمنية لمكافحة الصرع. هذا تم توجيه المذكرة إلى محافظ المحافظة بهذا الخصوص بعد أن تم إعلان المركز للقائه بوزير الإدارة المحلية الأستاذ عبد الرقي فتح، والذي يعتبر أحد أعمدة هذا المركز، بالإضافة إلى وزير الصحة والسكان وكذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج. البرنامج الوطني للإمداد الدوائي محافظ المحافظة الذي هو كان متحمسا لفكرة المركز، ولكن ما يدعو للاستغراب بأن من يضع العراقيل لهؤلاء للمركز هم ما دون ذلك، هم نعم يعني الأقل أنا مناصب كنت سأسألك وهم أستاذ الذين يعني كانوا متحمسين في البداية. نعم يعني إذا كان يعني تقريبا 3 وزراء ومحافظ محافظة وبرنامج دوائي، كل ذلك لم يستطيعوا يعني رغم تحمسهم للمركز وعطائهم له كما تفضلت ودعمه دعم حقيقي وكانوا أحد أعمدة نجاحه، ألم يستطيعوا كل هؤلاء أن يقفوا في يعني أمام هذه العثرات التي يخلقها من هم دون ذلك كما قلت؟ هناك تقريرين، نعم هناك تقريرين تم إصدارهم. التقرير الأول تم بموجب مذكرة تم توجيهها إلى وزير الإدارة المحلية، ومن ثم التوجيه إلى محافظ المحافظة، وتم تشكيل اللجنة من الشؤون القانونية. هذه اللجنة نزلت بحيادية تامة وصاغت تقرير يوضح ما يعاني منه المركز وكيف يعمل المركز. هذا جانب قانوني، والجانب الآخر بأنه تم توجيه مذكرة من مكتب الصحة أو ربما من وكيلة الصحة للشؤون الصحية تحت توقيع محافظ المحافظة بتشكيل لجنة والجلوس مع القائمين على المركز، وتم في حينه عمل التقرير. ولكن أعتقد بأن هذا التقرير تم اختفائه ولم يتم إنصاف المركز بعد أن كانت تحقيق اللجنة أو تقرير اللجنة لصالح المركز. أعتقد بأن ما كان من قبل البعض بأن في حال أن المركز كان هناك اختلال في المركز كان سيحاسب المركز أو سيعرض للمساءلة، لكن في حال أن عمل المركز كان بشكل صحيح ومتناسب وهناك تم توضيح في التقرير بأن هناك عثرات تواجه المركز وعراقيل، تم نسيان التقرير ولم يتم البت فيه إلى الآن. إلى الآن لم يعد التقرير ولم نعلم ما هو مصيره، بالرغم أنه تم تسليمه إلى مكتب المحافظ. أنا أوجه رسالة شكر إلى محافظ المحافظة، شخص كان متحمسا لمشروع المركز وكان مشجعا لنا، ولكن أنا برضو أوجه تساؤلا لمدير مكتب المحافظ علي قاسم الذي أنا أعتبره أحد المعرقلين لعمل المركز، بما تم التوجيه من مذكرات وتسليمه مذكرات وتم تلخيص هذه المذكرات في مذكرة طلب توضيح عن مصير هذه المذكرات، من ضمنها توجيه وزير الإدارة المحلية ومن ضمنها تقرير مكتب الصحة، اللجنة المشكلة من قبل مكتب الصحة بموجب مذكرة الأخ محافظ المحافظة، كذلك شكوى حول عرقلة توجيهات محافظ المحافظة. لماذا يتم عرقلة 3 توجيهات للأخ محافظ محافظ المحافظة برغم أن التوجيهات صريحة، ويتم يستطيع الشخص المعني بالتوجيه بالعمل بالنظام والقانون، لكن ما تم العمل به هو إدراج هذه التوجيهات والوثائق التي تم تسليمها في الدرج، وربما لم تصل إلى محافظ المحافظة كونها لم تعود ولم يتم التوجيه. نعم. ومن يومها ونحن نطالب بالكشف عن مصير هذه الوثائق التي تعتبر من ضمنها المطالبة توجيه مذكرة إلى وزير الصحة العامة والسكان لإرسال مذكرة إلى مركز الملك سلمان، والذي كان اعتمد الدعم للمركز، وهذا ما أتى بلسان وكيلة المحافظة للشؤون الصحية.
قبل حدوث العراقيل للمركز بأن هناك دعم مقدر ب100,000 دولار تم اعتماده للمركز وسيحضر قريبا. هذا كان قبل ما يقارب 8 أشهر. إلى الآن لم يرى المركز النور بعد ذلك الحين، ولم يرى سوى العراقيل والمسائل للإغلاق. نعم. ما دعا إلى إعلان 3 بيانات للإغلاق وحدوث. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ فارس، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا السيد جميل حميد عبد الله، وهو والد أحد الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمركز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ جميل. مساء النور عافية. بداية أسأل الله أن يشفي ولدك أنس وأن يعافيه مما فيه، وأود أن تحدثني عن حالته. أنس عنده كهرباء في الدماغ، طبعا معه علاجات مزمنة، وكل 5 أيام أخذ أدوية، والحمد لله هو كان ابتلاء من الله تعالى، والحمد لله على الابتلاء. نحن رأينا جزء من باب الخير بوجود المنظمة هذه حق رب ومركز رب، والحمد لله استفدنا منهم، وكان الأدوية توزع مجانا. وبعد ذلك بصوا وجد جهاز وعدد التطبيقات وجهز لنا كل شيء والحمد لله، لكن فجأة يقولوا بأنه تعرقل المشروع وتوقف المشروع، ويعتبر التوقيف معناته إضرار بالمرضى ليس أثر. نعم، ما هو العلاج الذي يتلقاه أنس؟ يعني كيف يعني، هل شعرتم بالعلاج أنه يتحسن نوعا ما؟ ما هو أساس العلاج؟ هل جلسات أم أدوية يأخذها؟ هي عبارة عن أدوية، وهي يشرب تقريبا كنت نصف شراب معده أكسل الثلج. هذه النوعين من العلاجات، علاج لكهرباء والصرع، وهو محتاج لهم بشكل يومي ودائم له 5 سنوات تقريبا، وهو يتناول الأدوية هذه. وطالما احنا في تعز واشتد علينا الحصار وبدأ قوي على الأدوية وارتفع أسعارها، وجدنا بمؤسسة راب، وبالذات عندما تكفلوا بكل شيء بالأدوية وبالتقارير وبالأجهزة والتشخيص الطبي، والدكتور عادل الشجاع كان يعمل مع المؤسسة، استفدنا استفادة كبيرة. لكن فجأة يقولوا بأن هناك نافذين وأن هناك من يريد أن يشاركهم بالمركز، وأن هناك، وفجأة تغلق المركز وإغلاقه سبب لنا بالضرر. نعم، إذا يعني الآن لا يتلقى أنس العلاج، لم يعد يأخذ دواءه، وهل شعرت أن حالته انتكست؟ بالنسبة للعلاج إحنا مستعدين لبيع أرواحنا على أساس نشتري. إحنا نشتري والحمد لله العلاج ما زال مستمر، أنا أشتريه من الخارج، ولكن عندما يكون العلاج مستمر وكل 5 أيام يعني هناك صعوبات. نعم، لكن المركز وفر لنا جزء كبير، وكان شهريا يتكفل العلاج من اول الشهر لاخره، وكنا نستلمه شهريا. لكن الايام الاخيره يقولوا بعد ما احنا فرحنا بتشكيل السلطه المحليه وراس الهرم في تعز، ولكن للاسف جاءت نكسه علينا. طيب يا أبو أنس، يعني إحنا تابعنا كثير من الفيديوهات، وكان لكم بعض الوقفات الاحتجاجية، هل أنتم يعني في نيتكم الاستمرار بهذه الوقفات؟ يعني يجب أن يكون لكم أيضا دور، أنتم أولياء أمور هؤلاء الأطفال. والله يا أستاذ، إحنا نوقف باب المحافظة لأكثر من يوم، ما تواضع أي إنسان كبير على السلطة أو في الهرم الأكبر أنه يتواضع حتى إلى البوابة، وبالذات أنه لما يكون المرض مرض داخلي من البيت من الداخل، صعب إن إحنا نكسر بعد هذا أو نحاول أكثر من مرة. يعني من باب الإنسانية، طالما هم أصلا أنا بقول مركز على أساس مصالح شخصية، فإنه مستحيل أنهم يبحثوا بعد الخير او انهم يركزوا على العمل الخيري. نعم، ولكن قصدي يعني انه ما ضاع حق وراءه مطالب، يعني يجب عليكم الضغط في اكثر من جهه، في يعني غير مكتب المحافظه، ممكن ايضا مكتب الصحه، يعني حتى لا يشعروا انكم غير متضررين، يجب ان يفهموا ان هناك فعلا اطفال متضررين، وربما يعني خصوصا بتفاعل المحافظ معكم مره بعد مره قد تجدون من يستمع اليكم.
يا أستاذة، إحنا عندنا أكثر زقاق جدة وفعل شعارات وكذا، وانتظرنا في وانتظرنا على بوابة المحافظة، ما توضع أي واحد من الهرم بالنزول إلى المحتجين، وما فيش حد يعرف إيش السبب هنا. يعني أنا لو ما عندي وقت أكثر من كذا أعمل على أساس توفر حقيقي. نعم طيب، هذه يمكن وجودك معنا أستاذ جميل قد تكون إن شاء الله فرصة طيبة لسماع صوتك، يعني صوت جميع أهالي الأطفال وأيضا الكبار من يعانون من هذا المرض. يعني وصل رسالتك لهؤلاء الذين لم يستمعوا لوقفاتكم الاحتجاجية، قد يستمع إليها أحدهم الآن. بالنسبه لي انا كولي امر احمد الله على الضرب الذي الله تعالى ابتلى فيه ابني، هذا البدايه، واحمد الله تعالى الذي فتح لنا مركز رب وهو دار انساني وخيري. مثل ما نحمد الله تعالى نشكر الله تعالى لمن اغلقه ايا كان، ايا كان من اغلقه او حاربه او كان السبب في اغلاقه، الله تعالى اخبر به. نعم، إذا شكرا. تفضل. أما بالنسبة للبشر، إحنا قدمنا أكثر من مرة، احتجينا طلعنا الأطفال. أنا بالنسبة لي حالة ابني الحمد لله صحيا ليست متابعة للغاية، لكن في أسخاط على الأحداث، السن يتجاوز العشر سنوات أو على الخمس، إذا كان المسؤول الكبير لا يرى بنظرة الرحمة للطفل الذي هو فوق السن العشر سنوات وهو على الحب، ما فيش رحمة. فكيف يعني بيجي يوفر لي العلاج، بتوفر لي بينظر لي انا وانا حضرت الحمد لله احسن. نعم. أسأل الله أن يشفي أنس ويسعدك برؤيته معافى تماما، هو جميع الأطفال وجميع المرضى. شكرا جزيلا لك جميل حميد عبد الله، والد أحد الأطفال الذين يتلقون العلاج في المركز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ فارس. أستاذ فارس، إذا يعني المسألة كما فهمتها من حضرتك وكما تابعنا الأوراق وكما تحدث والد هذا الطفل، هي مجرد مماحكات يعني يراد بها فقط إغلاق المركز حتى لا تأتي بعض المعونات، يعني نوع من الطمع لو استطعت توصيفه بهذا الشكل، ألا يذهب إليكم أي معونات أو ألا يعني تستفيدوا بشكل أو بآخر، هل فعلا يراد لأي جهة أن تشارككم في إدارة المركز؟ هذا نقطة يجب التوضيح عليها، ولكن قبل ذلك أحب أن أطرح لسيادة المستمعين بالرقم الذي وصل إلى المؤسسة بخصوص مرضى الصرع. هذا لمن كان يبالغ بملايين الدولارات الذي يعتبر البعض أنها وصلت إلى المركز أو إلى المؤسسة الخاصة بمركز معالجة مرضى الصرع. ما تم إيصاله أو استلامه من دعم من مختلف الجهات هو مبلغ 13 مليون و566 ألف ريال يمني من شهر أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018. واعتبر بأعتقد أو من سيسمع هذا الرقم سيعتبر بأن هذا الرقم غير معقول بأن يصل إلى المركز، وأنما وصل إلى المركز مبالغ خيالية، لكن حقيقة هذا ما تم استلامه بخصوص مرضى الصرع 13 مليون ولا يتجاوز 600 ألف. هذه ما تم العمل بها من 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 العام الماضي الى العام الحالي، والمبلغ هذا يوضح مدى المعاناة التي عانيناها للوصول بهذه الشريحة الى مرحلة الإبراز والى مرحلة الأمل الذي وضعوا فيه ومرحلة العلاج الذي حصلوا عليه بشكل مجاني والخدمات الطبية التي ربما يحصلوا عليها في الجهات الخاصة أو العيادات الخاصة أو خارج المركز بما يقارب 20 إلى 30 ألف لكل مريض، وهذا ما لا يستطيع عليه
المرضى وأولياء أمورهم. نعم وقد يكون هناك في كل أسرة مريض، خصوصا مع الحرب بنسبة 50% من الأسر اليمنية، لكن هناك أسر مرت علينا في المركز لديها 2 أطفال مصابين بالصرع، وفوق ذلك الصرع وضمور الدماغ، ويستخدمون أدوية مضاعفة. لكن الجانب الآخر أنه لم يتم التطرق أو طلب المساعدات أو دعم المركز حجم النداءات والأبواب التي طرقناها لم تعقل ولا يصدقها عقل البشر. لكن هذه هي موضح للأسباب التي سعت من خلالها بعض الجهات إلى إغلاق المركز وعرقلة المركز. هناك جهات عديدة تفاعلت معنا بشكل كبير جدا، محلية ودولية، ولكن ما كان يحصل أن هذه الجهات قبل إيصال الدعم كانت تمنع من وصول الدعم، ولا نعلم ما سبب منع هذه الجهات وكيف تختفي هذه الجهات بشكل مفاجئ. هذا ما يستدعي الاستغراب، وما تسبب وما جعلنا نتوجه بالعديد من الخطابات لمحافظة المحافظة. ولكن بعد أن تم اللقاء الأول مع محافظ المحافظة وتجاوبه وتوجيه 3 توجيهات إلى وكيل الشؤون الصحية، 4 توجيهات بالأصح، تم توجيه أربع أول توجيه تم توضيح كيف تم عرقلته، ومن ثم التوجيه إلى المنظمات بعدة مذكرات، لكن منعنا من الدخول أو الوصول للمحافظ لشرح قضيتنا، وكذلك منعت مذكراتنا وخطاباتنا من الوصول إلى المحافظ. ربما كان هناك غطاء أو حاجز حديدي تم وضعه لكي لا تصل معاناة هؤلاء المرضى. أعتقد أن ما كان يحدث هو عمل ممنهج ومرتب ومخطط له. قد يتساءل البعض ما سبب هذه الأعمال. أنا سأجيب على جميع التساؤلات بأن هناك جهات رأت بأن المركز أصبح من الضروري أن يكون تحت إدارة جهة أخرى، أو ربما تحت إدارتها، أو ربما رأت بأن المركز هذا أو المشروع لم يحدث من قبل، وهناك اعتراف من قبل بعض الجهات بأن المشروع يعتبر مبتكر داخل محافظة تعز بالمستوى الذي عمل به. نفس الجهة التي اعترفت بهذا هي نفس الجهة المعرقلة، نفس الجهة التي رفعت بمذكرات إلى رئاسة الوزراء بطلب اعتماد ميزانية 60 مليون ريال سنوياً وكسور، وهي نفسها التي أبلغت المحافظ بأن المركز هذا خاص وليس على الجانب الحكومي أستاذ. دعمه، بينما نعم نحن لم نكن نبحث من المحافظ دعم، وإنما نعم لكي نتحدث بوضوح عن المركز. أستاذ فارس، يعني أود أن تحدثنا من هي الجهة التي تعرقل عمل المركز بهذا الشكل حتى يعرف الناس. الجهات التي عرقلت عمل المركز بكل وضوح بأن الجهة الأولى هي إيلان عبد الحق وكيل الشؤون الصحية، ما أثبته الوثائق وما هو موجود من ملف خاص بهذه العراقيل وما تم توضيحه بالوثائق. الجهة الثانية يعتبر شخص مدير مكتب المحافظ الأستاذ علي قاسم، وكذلك الجهة الثالثة هي الجمعية اليمنية لمكافحة الصرع التي لم نرها على أرض الواقع، ولم نرها تقوم بعلاج المرضى هؤلاء، ولم نرها بإحصائية. آخر ما رأيناه من جمعية مكافحة الصرع هو مؤتمر علمي في عام 2014، اختفت تلك الجمعية ولم تحضر إلا بعد أن تم اللقاء مع وزير الإدارة المحلية، ظهرت هذه الجهة وقامت بإرسال مذكرات إلى محافظ المحافظة بأن العمل هناك العمل غير صحيح، بينما تم تقييم العمل بعدة لجان، وهناك جهات إشرافية، مكتب الصحة العامة والسكان لديه مشرفين والعمل بشكل صحيح. ربما نتمنى ولكن أن تكون هذه الحلقة أستاذ وما كان نتمنى أن تكون هذه الحلقة إحدى وسائل الضغط لإعادة النظر بفتح المركز لأجل كل هؤلاء الذين يتلقون العلاج فيه بشكل مجاني. أتمنى ألا تيأسوا أيضا في متابعة الأمر إلى أعلى مستويات. كان يفترض أن يكون معنا أيضا السيد عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة بالمحافظة، ممكن ولكنه دقيقة أغلق هاتفه. نعم لم يعد لدي كثير من الوقت، 10 ثواني إذا تفضلت.
هنا نريد أن نوجه مناشدة للأخ محافظ المحافظة ومركز الملك سلمان. نعم، مناشدة لمحافظ المحافظة ومركز الملك سلمان ووزير الصحة ووزير الإدارة المحلية وجميع الجهات التي تعاونت معنا بخصوص هذا المركز. أنقذوا مرضى الصرع، أنقذوا مرضى الصرع، هناك انتكاسة كبيرة لمرضى الصرع، وهناك جهات تسعى لعرقلة عمل المركز. أبعدوا الأثرات وادعموا المركز وانظروا إلى هؤلاء المرضى، فالعدد نتمنى أن يتكاثر يستمعوا إلينا الآن. والوضع الصحي يتدهور نعم، لهؤلاء المرضى. نتمنى أن يستمعوا إلى مناشدتك ومناشدتنا جميعا أستاذ فارس. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية. سيد فارس الأسوري، مشرف عام مركز علاج مرضى الصرع، كنت معنا من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.